ما هو دين ده دين للاسف، هو دين الازهر كده. برافو عليك، برافو عليك. انا كنت كلبت على السلفيه وجبت لهم حجازه فندي بتاع اللي هو ابو اسحاق الحويني ده، حجازي محمد، يقول له يا ابو اسحاق اسمك حجازي محمد، ما تتكسفش من اسمك وما تنتسبش لحوين، انت ما عملت ايه عشان للبلد؟ عشان هي بقى نفس نظام الازهر بقى. الازهر مذهبه في العقيده مذهب اشعري. اشعري ده واحد اسمه حسن الامام الاشعري، ده مذهب معروف يعني كده، بحكي لكم عليه بعدين. من يكفي ان هو بس شخص، يعني عاوز اقول لك ان الازهر بقمته وقمته بيتبع في العقيده واحد، دي كفايه. من عيوب هذا المذهب الاشعري بتاع الاشعري ده، دول مرجئه، اي الايمان عندهم تصديق قلبي فقط وهو ينجي في الاخره. ومن اشهر اصحاب المذهب ده واحد كبير جدا هلك قريب اسمه البوطي، يقول لك ان من يؤمن في قلبه فقط ينجو، وبينكروا القرآن كده، لأن القرآن قال يوم يأتي يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم القيامة اللي يجي معاه إيمان لفظي وما فيش معاه عمل أو كسبت في إيمانها خيرا مش هينفعه. وده اللي القرآن قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فالدعوة على التطبيق. فأنتم مذهبكم مذهب أشعري، يعني هيصة وزنبريطة وإرجاء. وفي شيخ مشهور جدا كنت عاوز افتكر اسمه، نسيت اسمه، بيجي في التلفزيون كتير جدا على القناة الفضائية، شيخ ازهري رفيع كده ووشه صغنطوط، بيجي مع الستات يتكلم كتير، ناسي اسمه، في حرف السين. هو كان مرة بيتكلم وتنرفز وقال كده، قال مذهبنا كده ومنهجنا كده، واللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يخش الجنة حتى لو ما صلاش وحتى لو ما صامش. وانتوا زيه، وانتوا منهجكم زيه، عاوزين تبقوا اثقين وعايزين تبقوا قتلة وعايزين تغتبوا الناس وتاكلوا مال الناس وتبقوا في فسق وفجور وعصيان وتناموا عن صلاة الفجر وتبقوا خبثة وعايزين تخشوا الجنة. نقول لك لا يا حبيبي، هذا المنهج الارجائي منهج باطل بنص القرآن، بنص القرآن. احنا مش بنكفر حد. القرآن قال يوم يأتي يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سوى القرآن في هذه الآية بين الكافر وبين المؤمن الذي لم يزداد في إيمانه خيرا. فأنتوا بقى ردوا على نفسكم وردوا على البوط اللي هلك عند ربنا دلوقتي، يقول لك إن حتى من غير ما تقول لا إله إلا الله، مجرد بس تقول، حتى الشيخ سعد الدين الهلالي قال لك لا إله إلا الله من غير محمد رسول الله حتى تنجي. هو ده اللي أنت بتقوله، اللي إحنا بنحاربه، إن في ظلم وفي عدل وفي حق وفي باطل، وفي صحابة أفاضل المؤمنين أتقياء وفي صحابة لصوص وحرامية، وفي أمهات المؤمنين أطهار وفي أمهات المؤمنين كفرة وفسقة ومنافقات في جهنم. فإحنا بنتبع المنهج الصح وبنتبع الطريق الصح. فبنقول لحضرتك لازم تعرف الضلالية، لأنك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي مقولة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، مش فاكرها دلوقتي، أنا أقولها لك بالمعنى، إنه هو إذا أنت لو ما عرفتش الظلم متمثل أهو، ربنا جاب لي المقولة اهي. اسمع يا سيدي بقى، أمير المؤمنين بيرد عليك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اسمع يا سيدي نختم بيها بقى البرنامج النهاردة. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. يعني أنت مش هتعرف الحق غير ما تعرف الضلالي اللي ترك الحق، ومش هتاخد ميثاق الكتاب القرآن الكريم والعترة وتمشي وراهم غير ما تعرف الضلال اللي تركهم عشان تعرف هو عمل ايه ما تعملش زيه. تعرف الضلال اللي وقف قدام الصديقة الكبرى وخد منها فدك وخد الخلافة وقتل المؤمنين اللي مرضوش يديله للزكاة، تعرف ما تتبعوش. تعرف الضلال اللي عمل لكم تحط ايدك اليمين على ايدك الشمال في الصلاة وشال حل حي على خير العمل من الاذان، وعمل لك صلاة اسمها صلاة التراويح، ونهى عن زواج المتعة ونهى عن حج المتعة، وعمل الطلاق ثلاث طلقات واحدة، وعمل تعرف طريق الضلالي عشان ما تتبعوش. وتعرف طريق الضلالي اللص النصاب اللي كان مال المسلمين وخده في كرشه وقعد ينفق فيه في ماله الشخصي وينفق فيه في غير المصارف الشرعية عشان تعرف الباطل. ولازم نحكم على أن هذه الأفعال وهؤلاء الأشخاص في جهنم عشان أنت ترفضهم. لكن أنت مذهبك أشعاري، كله حلو وكله ماشي وكله يخش نار كله يخش الجنة وهيصة. أصل ربك هيصة عنده المسألة، فين الحكمة بتاع ربنا سبحانه وتعالى؟ وفين عدله؟ وفين هو ربنا رحيم بس؟ ها؟ طب خلينا ربنا رحيم بس،
أنا معاك ورحمتي وسعت كل شيء. طب ما تكمل الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. إيه نعمل إحنا إيه في الآية دي بقى؟ ما تلغوا كمان القرآن عشان ترتاحوا. لا، سيدنا عيسى دي بقى القضية بتاعتنا بقى، اللي هي قضية البداء، اللي إحنا بنقول أن الله هو الذي يحكم قضاءه وقدره، مش قضاءه وقدره هو اللي بيحكمه. هو ده الفرق بقى، هو ده اللي ربنا انعم عليا بيه بالايمان والتوحيد. انا بقيت موحد دلوقتي بعد ما كنت كافر على منهج اهل السنه وجماعه الضلاليه بتاعكم. لما سيدنا عيسى بيقول لربنا: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. حتى يا رب انت لو قررت تغفر لهم، وانا عارف ان انت مش هتغفر لهم لانك انت بتغفر لناس معينه، لكن انت لو عاوز هتعمل كده، لانك انت مطلق القدرة تحكم قضاءك وقدرك، وليس قضاءك وقدرك يحكمك. هي دي القضية، لأنه هو ده الرب، فاعرفوه. شكرا.